كيف تكون التوبة من النميمة والغيبة؟ تركها، توبة منها بتركها. أما من يقول يلا التوبة استغفر الله وهو مقيم على النميمة، هذا توبته غير صحيحة. نعم. متى تكون النميمة جائزة؟ لا تجوز النميمة في حال من الأحوال، إنما الغيبة، الغيبة تجوز على وجه الشكاية وعلى وجه طلب الحق من المظلوم، يتشكي ويغتاب الظالم ويقول فعل كذا وفعل بي كذا، أكل مالي، سرق مالي، إلى آخره، من باب الشكاية لأجل إنصافه من الظالم، لا بأس. نعم.